حماية الأطفال من العنف والتطرف شعار فعاليات مهرجان الإبداع الطفولي الذي انطلقت أعماله في المركز الثقافي الملكي بتنظيم من وزارة الثقافة. مهرجان الإبداع الطفولي مواجهة الفكر المتطرف بالفن والإبداع، بدأ الاحتفال الذي أطلقته وزارة الثقافة بمسيرة كرنفالية ضخمة شارك فيها مئات الأطفال انطلاقا من دوار الداخلية وصولا إلى المركز الثقافي الملكي. المهرجان يحمل شعار حماية الأطفال من العنف والتطرف. تضمن افتتاح المهرجان العديد من الزوايا الثقافية والفنية، منها معرض عبق اللون للفنان التشكيلي الأردني سهيل بقاعين، والذي يبرز إبداعات المكفوفين ورسمهم ببصيرتهم. مهرجان الإبداع الطفولي يأتي كثمرة لدمج مهرجاني أغنية الطفل ومسرح الطفل اللذان انطلقا قبل ربع قرن، شاملا ومتنوعا للمسرح والأدب والتشكيل، كل حسب هواياته وميوله. كما شمل المهرجان على عرض فيلم قصير عن الإبداع الطفولي ووصلات غنائية لفرق محلية، إضافة لتكريم شخصية المهرجان الفنان التونسي لطفي بوشناق الذي دعا إلى ضرورة وقف أشكال العنف ومعالجة الظروف التي سببتها وتغليب لغة الحوار بين الشعوب. كما تم تكريم اللجنة العليا للمهرجان ولجنتي التقييم والتحكيم والضيوف العرب والأطفال المشاركين. أيمن الحمود، رؤيا.